بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرقة الرابعة شعبة نظم معلومات محاسبية، النهاردة إن شاء الله هبدأ أول محاضرات أونلاين استكمالا للمحاضرة اللي احنا خدناها الأسبوع اللي فات، وهناخد هعرفكم برضو هرجع لكم الأول خالص في المادة اللي هي مادة المحاسبة الإدارية، هعرفكم المنهج إيه وإيه الجزء اللي احنا وقفنا لغاية عنده، واستكمالا اللي احنا نخلص إن شاء الله الوحدة التعليمية الأولى. طيب أنا بسرعة كده هفكركم هي المادة إيه والشغل بتاعنا إيه. هي المادة اسمها محاسبة إدارية أو دراسات في المحاسبة الإدارية. طيب المادة احنا قسمناها لخمس وحدات تعليمية، قلت الوحدة التعليمية الأولى هناخد فيها المدخل إلى المحاسبة الإدارية. عايز أعرفك إيه هي المحاسبة الإدارية، وندخل إيه إزاي وإزاي نشأت المحاسبة الإدارية وتعريفها وخصائص المعلومات اللي بتقدمها وأهدافها والعلاقة بينها وبين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف ومقومات وأساليب المحاسبة الإدارية، ده هناخده إيه في المدخل إيه ليها. طيب بعد كده عندي جزء كله بتعتمد المحاسبة الإدارية، لأن هي أرقى أنواع نظم المحاسبة، بتعتمد على التحليلات. طب هناخد إيه؟ أول حاجة التحليل المحاسبي لصنع القرارات الإدارية، وده هنتناوله في الوحدة التعليمية الثانية. طب في عندي الوحدة التعليمية الثالثة اللي أنا باخد تحليل العلاقة بين التكاليف وحجم النشاط والأرباح. طبعا دي هم كانوا بيدرسوها التكاليف اللي هي كوست، حجم النشاط فوليوم، وفي الارباح اللي هي بروفيت. طيب عايز احلل العلاقه بين التكاليف وحجم النشاط والارباح. طب في ايه تحليلات تاني؟ قال لي في عندي تحليل القوائم الماليه اللي هو بنقول عليه التحليل المالي بالنسب او النسب المالية، اسلوب النسب المالية، يعني دي اكتر من مسمى. طب احنا عشان نعرف التحليل المالي ده والقوائم المالية لازم نكون عارفين مكونات قائمة الدخل ومكونات المركز ايه، قائمة المركز المالي اللي خدناها في سنة اولى. طيب كل ده انا اعمل لك ربط ايه ما بينهم ان شاء الله. اخر حاجة تحليل قائمة التدفقات النقدية. دي الموضوعات اللي احنا قلنا عليها اللي هي الخمس مواضيع اللي هنشتغل عليها. وانا بدأت النهاردة معاكم في المحاضرة اديتكم مقدمة كده في الاول، وبعد كده عرفتكم ازاي نشأت المحاسبة الادارية، وبعد كده عرفتك مفهوم المحاسبة الادارية، وقلت لك اهداف المحاسبة الإدارية وخصائص المعلومات التي تقدمها المحاسبة الإدارية والعلاقة بين المحاسبة الإدارية وكل من المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف. وبعد كده في موضوعين دول احنا شرحناهم في المحاضرة السابقة، استكمالا للكلام ده هديكوا حاجتين اللي هي مقومات المحاسبة الإدارية، وبعد كده أساليب المحاسبة الإدارية، ونبدأ نشتغل في الحاجات دي ايه واحدة واحدة. طيب انا قلت دلوقتي المدخل للمحاسبة الادارية، عايز اشتغل اقول ايه، اخد المقدمة في الاول، هنمشي واحدة واحدة مراجعة الجزء اللي احنا ايه خدناه في المحاضرة بسرعة عشان يبقى الموضوع عندك متربط كله مع بعض. انا ما قلت لك مقدمة، كنت بقول لك ايه،
بقول لك تعتبر المحاسبة الإدارية، تعتبر المحاسبة الإدارية في وقتنا الحاضر لغة الأعمال. يبقى هي دلوقتي المحاسبة الإدارية في الوقت الحالي أو وقتنا الحاضر ده لغة الأعمال. ليه؟ لأنها بتنتج لي، يبقى دي أهم، لأنها أهم النظم المنتجة أو أهم الأنظمة اللي هي بتديني إيه معلومات. يبقى هي دي بتوفر لي إيه معلومات. المعلومات اللي بتوفرها دي بتقدمها للإدارة، سواء كانت معلومات مالية أو غير مالية، بتساعدها في اتخاذ القرارات أو أنها بتساعدها في القيام بمهامها الوظيفية المختلفة من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات. يبقى أنا قلت لك، بينت لك في المقدمة أهمية المحاسبة الإدارية، قلت لك أنها بتعتبر في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده هي لغة الأعمال. ليه؟ لأنها من أهم الأنظمة اللي هتديني إيه؟ بتديني معلومات بتوفرها للإدارة تساعدها في إيه؟ وظائفها التخطيط رقابة اتخاذ القرارات. طيب وبعد كده عايز اشتغل بقى اشوف هي المحاسبة الادارية دي نشأت ازاي. طبعا انا قلت لك في المحاضرة وبشكل ايه برضو بسيط قوي اللي انا قسمتها لك لثلاث نقاط على اساس اللي انت ما تتلخبطش مهما كتر الكلام معاك، انت بتتكلم على ايه ثلاث ايه نقاط. طيب ايه هي نشأت المحاسبة الادارية؟ ما قلت لك نشأت المحاسبة الادارية، ربطت لك النقطة الأولانية إن هي نشأت المحاسبة الإدارية نتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية. يبقى إيه؟ نشأت المحاسبة الإدارية نتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية. طيب قل لي إزاي التطورات دي حصلت؟ يبقى أنا هبدأ من الأول خالص وأقول لك هي المحاسبة بدأت إزاي. طب لو رجعت قلت لك المحاسبة بدأت إزاي، هكلمك في النقطة الثانية على ثلاث حاجات موجودين جوه النقطة الثانية عشان ما تتوهش كتير. فأنا بقول لك بدأت، يبقى شايف أنت اللفظ بتاعي كده فعل أهو، بدأت. بدأت المحاسبة الأول أو بدأت الحاجة إلى المحاسبة مع ظهور النقود. أنا طبعا مش بكتب كل حاجة لأن أنا قلت الكلام ده في المحاضرة، بس بلملك إيه حتى تسمع الصوت وأنت بتكمل إيه معايا. يبقى بدأت الحاجة للمحاسبة مع ظهور إيه يا جماعة؟ النقود. طب إزاي؟ قال دي كوسيلة لإتمام المبادلات بين الأفراد. يبقى ما يكون في نقود في وسيلة إتمام المبادلات بين الأفراد، في شراء في بيع في حاجة، يبقى أنا محتاج إيه محاسبة. طب في بداية الأمر كانت المنشآت شكلها إيه؟ قال في بداية الأمر كانت منشآت الأعمال صغيرة، يبقى كانت المنشآت اللي عندي منشآت الأعمال مالها يا جماعة؟ صغيرة. وكان المالك بتاعها، أدي هو المالك هو اللي أنا كنت أسمه لكم بالشكل ده، قال المالك ده هو المدير والمستثمر في نفس الوقت. معنى كده إيه؟ معنى كده اندماج الملكية مع الإدارة. طب المحاسب دوره إيه؟ قال لي كان بيقتصر دور المحاسب ان هو بينظم السجلات ويسجل ايه في الدفاتر. طيب ده في بداية الامر كانت ايه ظهرت المحاسبة او الحاجة للمحاسبة مع ظهور ايه النقود، وعرفنا في بداية الامر كانت المنشآت شكلها ايه. طيب قال لي طب الفترة دي كان ايه اللي بيحصل فيها؟ قال لي اهتمت، الله، يبقى على وزن بدأت اهو، اهتمت المحاسبة في الوقت ده كانت بتعمل ايه المحاسبة؟ قال ان هي كانت بتجمع البيانات المالية وتسجلها وتبوبها وتلخصها وتعرضها في صورة قوائم وتقارير مالية، وكان الكلام ده بيتم بصورة ايه يا جماعة؟ اجمالية. يبقى كانت بتسجل البيانات وتبوبها وتلخصها وتعرضها في شكل قوائم وتقارير مالية، بتعرض الكلام ده ايه في صورة اجمالية. طيب وقال لي وظلت المحاسبة على الحال ده لفترة طويلة، كانت ايه مجرد اداة لخدمة اصحاب الايه المشروع، ان هي بتجمع البيانات وتسجلها وبوبها وتلخصها وتعرضها في صورة قوائم وتقارير مالية وتقدمها لاصحاب المشروع في صورة ايه اجمالية. طيب بدأت الدنيا تتطور شوية، ممكن طبعا امسح ده واحنا عارفين ايه العناصر بتاعتنا بنشتغل ازاي.
النقطة التالتة اللي أنا هتكلم عليها اللي هي إيه بقى؟ قلت مع ظهور الثورة الصناعية في القرن 19 إيه اللي حصل؟ قال لما حصلت ثورة صناعية زادت أحجام المشروعات، المشروع اللي كان صغير ده دلوقتي اللي هو منشأة فردية كبر، وبعد كده ظهرت لي أدى إيه؟ لزيادة رؤوس الأموال، يبقى زادت أحجام المشروعات، حجم المشروع كبر، ده أدى لزيادة رؤوس الأموال، وبالتالي الحاجات اللي حصلت دي قال لي ده ظهر لي الشركات الإيه؟ المساهمة، وظهر محاسبة التكاليف. طب إيه اللي حصل مع ظهور الشركات المساهمة؟ قال لي أول حاجة لأن الشركات دي كبيرة حصل انفصال وليس اندماج، الملكية عن الإدارة. انفصلت هنا بقى الملكية عن الإدارة، يعني الوضع القديم كان الأول المنشآت الفردية كان فيه اندماج اللي هو الملكية مع الإدارة. هنا عشان الأعداد كتيرة مش شرط يكون المالك يعرف يدير، ممكن يكون المالك بيجيب إدارات، زي مثلا لو عندنا فنادق ولا حاجة، نسمع فندق هيلتون فندق شيراتون، فملاك الفندق مش شرط يكونوا هم دول اسمهم، إنما دول اسمهم الشركة الإدارة اللي هي بتدير مقابل أتعاب. طب ما بيحصل انفصال في الملكية عن الإدارة، ده بيحصل تعارض وتضارب في المصالح، المالك عايز اكتر عائد على الاموال المستثمرة وعايز يشوف حقه ايه، طب والمدير عايز ان هو ياخد بونس على الحاجات الارباح اللي بيطلعها. طب ايه اللي حصل؟ المالك خايف على حاجته. من هنا تدخلت بعض الحكومات ولجأت قالت ايه؟ لابد من توفير حد ادنى من المعلومات للملاك، ان اوفر للمالك ده اقل حد ممكن من المعلومات عشان تساعده في اتخاذ القرارات. طيب وبعد كده ظهرت لمحاسبة التكاليف. ليه؟ قال لي اصل المحاسبة المالية ما ظهرت في الاول مع النقود كانت بتديني البيانات في صورة اجمالية، انما لا دلوقتي انا عايز بيانات تحليلية، عايز بيانات تحليلية عن ايه وتفصيلية عن ايه؟ عن ايه تكلفة كل منتج. يبقى اللي هيوفر لي الكلام ده محاسبة ايه يا جماعة؟ التكاليف. طب حصل تطورات تانية، انا مش عايز اقول ايه التطورات اللي حصلت في محاسبة التكاليف، لكن مش موضوعنا اللي انا عايز اقول. المحاسبة الادارية رجعت ايه؟ اللي هي نشأت بقى نتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية، ما حصل تطور في المفاهيم المحاسبية، حصل تطور في الفكر المحاسبي، اصبح ان المفاهيم بتتضمن اشياء كثيرة. التطور اللي حصل في المفاهيم خلق ما يسمى بالمحاسبة ايه؟ الادارية، اللي هي بيبقى عندها حاجات تقدر تساعد الادارة في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات. يبقى دي النقطة التانية اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي نشأة المحاسبة الإدارية. طيب احنا عايزين نعرف بقى بعد كده، يبقى انا خدت المقدمة قلتها وخدت نشأة المحاسبة الإدارية، طب كل ده انت عشان ما تتوهش انت شغال في ايه؟ في المدخل الى المحاسبة الإدارية، شغال في الوحدة التعليمية الاولى، خدت اول حاجة المقدمة وادي ايه؟ نشأة المحاسبة ايه؟ الادارية. طيب عندي بعد كده انا عايز اعرف مفهوم المحاسبة الادارية وايه هي اهدافها وخصائص المعلومات التي تقدمها. طيب وبعد كده العلاقة بين المحاسبة الإدارية وكل من المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف، واخر حاجة قلنا عليها اللي هي ايه؟ مقومات واساليب المحاسبة الادارية. خلاص انا عرفت النشأة، موضوع انشاء، وعرفت المقدمات، وعرفنا ايه نتكلم ايه، وكلمنا في نشأة عن ثلاث ايه حاجات ايه بسيطة كده. طيب مفهوم المحاسبة الادارية، قال لي في تعريفات متعددة للمحاسبة الادارية، لكن
مهما تعددت التعريف واختلفت للمحاسبة الإدارية كلها تتفق ان هي ايه نظام للمعلومات، ان هي نظام يا جماعة للمعلومات. ليه؟ قال اصل المحاسبة الإدارية دي بتوفر المعلومات المالية وغير المالية للإدارة لمساعدتها في القيام بمهامها الوظيفية المختلفة اللي هي من تخطيط ورقابة واتخاذ قرارات. طيب ناخد بعض التعريفات، من الضروري اللي انت تكون عارف اكتر من تعريف تبقى ايه سهلة معاك الدنيا. اول تعريف مثلا ممكن اقول له هي مجموعة من الطرق والنظم والاساليب المختلفة التي يقوم بتطبيقها المحاسب طبعا الاداري. طبعا انت لو عايز تضيف حاجه بسيطه تضيفها، مش قادر يبقى ايه خلاص. يعني هو بيطبقها ازاي؟ الراجل ده طبعا متمكن، بيطبقها بدرجه عاليه من الكفاءه الشخصيه وبحرفيه وفن شغلته وقدره علميه وعمليه. يبقى مجموعة من الطرق والنظم والأساليب المختلفة اللي بيتبناها ويقوم بتطبيقها المحاسب الإداري، وعرفنا بيطبقها إزاي. ليه؟ قال لي وتوصيل المعلومات، سواء كانت بقى المعلومات دي مالية وغير مالية، بيديها لمين؟ للإدارة. ممكن طبعا تقول لتحقيق أقصى قدر من الكفاية، ممكن تقول لمساعدتها في اتخاذ القرارات، ممكن تقول لمساعدتها في القيام بمهامها الوظيفية المختلفة تخطيط ورقابة واتخاذ ايه القرارات. طيب في تعريف تاني في كتير، ممكن اقول له ان المحاسبة الادارية بتسهم في اربع مجالات، اهم حاجة فيهم اللي انا بقول توفير ايه يا جماعة المعلومات، هي دي اهم حاجة، توفير المعلومات المالية وغير المالية الايه للادارة. طيب المساهمة او المساعدة في ايه؟ في التخطيط، في التخطيط والرقابة على ايه؟ على جميع الانشطة والعمليات. طيب بتعمل ايه تاني؟ الرقابة وتقويم الاداء، وبعد كده المساعدة او المساهمة في اتخاذ القرارات. طيب تعريف تالت فيه كتير، ممكن اقول له ان هي احد النظم الفرعيه المكونه لنظام المحاسب الرئيسي، والتي تحتوي على مجموعه من الطرق والنظم الاساليب المختلفه بيطبقها المحاسب الاداري وتوصيل المعلومات للشركه لمساعدتها في للاداره لمساعدتها في اتخاذ القرارات. او احد النظم الفرعيه المكونه لنظام الايه الفرع الرئيسي المحاسب الرئيسي، تمام، التي تقوم بتطويع البيانات وتشغيلها باستخدام مجموعه من الطرق والنظم والاساليب واخراجها بالشكل الذي يلبي احتياجات الاداره. ممكن اقول له تعريف تاني كمان سهل قوي، ان انا بقول له تحديد وقياس وتوصيل. تحديد يعني انت شغلك كل البيانات الماليه وغير الماليه، كلمه قياس المقصود بها التجميع والتسجيل والتبويب والتلخيص والتفسير وكل حاجه. توصيل بيطلع بعد كده معلومات مالية عندك وغير مالية، هي دي اللي انت بتوصلها ايه للإدارة. يبقى توصيل المعلومات المالية وغير المالية للإدارة لمساعدتها في تحقيق أقصى قدر من الكفاية، بتحقق أقصى قدر من الكفاية للوحدة ايه الاقتصادية باعتبارها ايه كمشروع، او للمشروع باعتباره وحدة ايه اقتصادية. طيب يبقى انا كده عرفتك المحاسبة الادارية دي طرق ونظم واساليب بنبدأ نشتغل بيها المحاسب الاداري عشان يقدر في الاخر يديني المنتج النهائي اللي هي المعلومات سواء كانت مالية او غير مالية، ويديها للادارة تساعدها في اتخاذ القرارات. طيب انا عايز اجيب اهداف المحاسبة الادارية. قال لي سهلة قوي، الاهداف دي انا اجيبها من التعريف. الهدف الرئيسي لأي محاسبة ان هي بتوفر المعلومات، فالمحاسبة الإدارية الهدف الرئيسي اللي هي توفير المعلومات المالية وغير المالية للإدارة لمساعدتها في القيام بمهامها الوظيفية المختلفة من تخطيط
ورقابة واتخاذ قرارات. طب في أهداف تانية رئيسية بتخرج من الهدف ده، أو أهداف فرعية بس لا تقل عن الهدف الرئيسي برضه، اللي احنا ممكن نقول له ايه؟ المساهمة في ايه؟ في التخطيط والرقابة على جميع الأنشطة سامة تراقب فيها، الرقابة وتقويم الأداء، ان هي بتقارن ما بين ايه؟ الفعل والمخطط وتشوف الانحرافات وتعالجها، وبعد كده المساعدة في اتخاذ القرارات، وممكن اقوم ضايف هدف كمان معاهم اللي هي ايه؟ إضافة القيمة وإدارة المخاطر. ده هدف يتحط ده عن طريق ايه؟ اللي انا بقيس وحلل الجودة وحلل تحليل البيانات، وممكن اراقب على عناصر التكاليف، ممكن اخفض التكلفة، كل دي تعتبر ايه؟ بتدخل ضمن اهداف المحاسبة الادارية. يبقى انا عرفت المفهوم وعرفت الاهداف اللي هي الهدف الرئيسي توفير المعلومات، وقلت بعد كده تخطيط ورقابة واتخاذ قرارات وإضافة القيمة وإدارة المخاطر. طب عايز اعرف هي المحاسبة الادارية دي بتوفر لي معلومات، هي المعلومات اللي بتوفرها لي دي شكلها ايه؟ يبقى انا عايز اعرف خصائص المعلومات اللي بتوفرها المحاسبة الادارية. طيب المحاسبة الادارية بتوفر لي ايه معلومات؟ خصائص المعلومات ايه اللي بتوفرها لي المحاسبة الادارية؟ قال لي في لازم عشان تكون المعلومة دي كويسة لازم يتوفر فيها، قال لي الملائمة، وبعدين الوقتية، وبعدين الشمول، وبعد كده الدقة وامكانية الاعتماد، وبعد كده السهولة والوضوح. طيب بعد كده القابلية للفهم او للفهم، واقتصادية المعلومات. طيب امتى تكون المعلومة ملائمة؟ قال لي عشان اقول ان المعلومة دي ملائمة لازم ان هي تكون ملائمة للغرض اللي اعدت من اجله، وبتتفق مع النتيجة الايه المراد الوصول ايه اليها. زي ايه؟ يعني انا مثلا عايز اسعر منتج معين، طب عايز اجيب له المعلومة، يبقى المعلومة اللي انا عشان تكون ملائمة اللي انا عايز اعرف احدد تكلفة المنتج قد ايه عشان تكون ملائمة للغرض اللي اعدت من اجله. طيب بسرعة كده الوقتية، اما اقول ان المعلومة دي الوقتية يعني ايه؟ يعني بالبلد كده المقصود بيها ان لازم تكون المعلومة تتقدم في الوقت المناسب، اصل المعلومة لو انت جبتها في وقت متأخر عن الوقت المطلوب فيها يبقى خلاص بتفقد قيمتها. يبقى انا مثلا لو انا دلوقتي عايز اسعر حاجة وانا مش عارف تحديد تكلفة المنتج ايه، فجيت سعرت ب10 وبعد كده جه جاب لي التكاليف بعد كده مثلا جابها لي ب11 ولا 12، ملهاش لازمة لان انا كنت محتاج المعلومة في وقت معين. طيب يبقى يقصد بالوقتية، ما يجي لك ممكن يجي لك سؤال صح وغلط كده، يبقى ان تقدم المعلومة في الوقت ايه المناسب، لان المعلومة لو قدمت في وقت متأخر يبقى بتفقد ايه قيمتها. الشمول، المعلومة اللي جاية دي لازم تغطي كافة جوانب المشكلة وتغطي كافة ايه اهتمامات مستخدميها. طيب الدقة وإمكانية الاعتماد، كلمة الدقة جاية مثلا من التدقيق وكده، يبقى أنت عايز المعلومة دي تكون صحيحة. يعني إيه؟ يعني تكون المعلومة خالية من الأخطاء الحسابية والأخطاء الفنية. طب إمكانية الاعتماد إيه؟ إن هي تعبر بصدق وعدالة عن إيه؟ طبيعة الأحداث أو العمليات الإيه؟ المحاسبية في المنشأة. السهولة والوضوح، يعني إيه سهولة وإيه وضوح؟ قال لي السهولة من حيث الشكل، عشان تكون المعلومة كويسة ما تصيغهاش بشكل فيه رموز او فيه بيانات احصائية او فيه حاجات كيميائية او فيه حاجات علمية الغير مش هيعرفها، يبقى لازم تصيغها في شكل ايه يقدر يقراها مستخدمها. طيب من حيث الوضوح، قال لي ده من حيث التفصيل بقى، المعلومة تكون واضحة ازاي؟ قال لي ما تعمليش معلومة مختصرة اكتر من اللازم،
لو انت اختصرت المعلومة اكتر من اللازم خلاص يبقى دي بتفقد قيمتها، تفقد معناها، مش هتدل على حاجة. تمام؟ زي واحد بيكتب حروف كده انت مش عارف ايه المعنى بتاعها ايه. وما تكونش المعلومة مطولة ازيد من اللازم. لو المعلومة اطول من اللازم يبقى المعلومة دي بتديك ايه؟ ملل، يبقى انت هتزهق منها. يبقى انا بقول من حيث الشكل ومن حيث درجة التفصيل يبقى لازم تكون المعلومة بيتم صياغتها في شكل تقرير مكتوب بلغة مقروءة صعبة بدون استخدام الرموز، ومن حيث التفصيل ان هي تكون المعلومة يعني غير مختصرة اكثر من اللازم. يعني ممكن تكون ايه؟ مختصرة بس ما تختصرهاش قوي عشان ما تفقدش معناها، وما تكونش مطولة اكثر من اللازم. دي بتعمل ايه؟ بتعمل نوع من الملل. القابلية للفهم، انت مش شرط اللي يقرا المعلومة دي او يستخدمها ان هو يكون محاسب. يبقى انت بتراعي اختلاف المستويات الادارية، اختلاف العقول، اختلاف الوظائف. يبقى لازم المعلومة دي بحيث ان اي حد يقرا التقرير، صاحب منشأة او صاحب حاجة، يبقى عارف ان انت بتوصل له معلومة سليمة يعرف يقراها. اقتصادية المعلومات، المقصود باقتصادية المعلومات ايه؟ خلي بالك المعلومة اللي انت بتاخدها دي مش بتيجي ببلاش، ده في مكاتب تديك معلومات وبفلوس كتير. طب انت دفعت في المعلومة دي مبلغ معين، يبقى تكلفت عشان تحصل على المعلومة دي مبلغ معين، يبقى المفروض العائد اللي هيجي لك من المعلومة ماله ما يقلش او يكون اكتر طبعا من ايه؟ من تكاليف الحصول عليها. يبقى يقصد باقتصادية المعلومات ان تكون المنافع اللي بتيجي من المعلومة بتفوق ايه؟ اللي هي تكاليف الحصول على ايه؟ على المعلومة، وتكاليف ايه؟ اعدادها. لو انا اديتك سؤال صح وكده وغلط وقلت لك يقصد بالوقتية ان تكون المعلومة ملائمة للغرض اللي عدت من اجله، هتقول لي لا ده غلط، الوقتية دي بيقصد بيها ايه؟ ان المعلومة تتقدم في الوقت المناسب. وهكذا الحال بالنسبة لايه؟ لبقية ايه؟ الخصائص. طيب يبقى احنا كده بسرعة، انا بعمل لكم مراجعة لان انا شرحت الكلام ده في المحاضرة. قلت دلوقتي المقدمة، وعرفت نشأة المحاسبة الادارية، تمام؟ وبعد كده اتكلمت على خصائص المعلومات اللي بتقدمها المحاسبة الادارية. عندي حاجتين عايز اشوف العلاقة بين كل من المحاسبة الادارية والمحاسبة المالية، والعلاقة بين المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف، وآخر خالص اللي هي المقاومات والإيه والأساليب. طيب هي العلاقة، لو أنا بدأت كده واتكلمت قلت العلاقة بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية، بقول له أول حاجة إن طبعا إن المحاسبة المالية مستقلة عن المحاسبة الإدارية، دي في حاجة ودي حاجة تانية. ازاي؟ قال ان المحاسبة المالية دي محاسبة خارجية، لان المعلومات اللي هي بتوفرها بيهتم بيها الغير اللي هو من ايه؟ من خارج المنشأة، الاطراف زي المستثمرين والمقرضين، المقرضين والدائنين والعملاء وغيرهم من جهات حكومية زي مثلا مصلحة الضرائب، بورصة الاوراق المالية، اتحاد الايه؟ العمال. كل دول بيهتموا ايه؟ بالمحاسبة اللي هي ايه؟ المالية. اما المحاسبة الادارية هي داخلية، لان البيانات بتاعتها اللي بيهتم بيها ايه؟ الادارة ومدير ايه؟ القطاعات ورؤساء الاقسام. طيب وعرفت ان المحاسبة الادارية المالية كانت بتهدف لحاجتين، تحديد نتيجة النشاط من ربح او خسارة، وتحديد المركز المالي للمنشأة. اما المحاسبة الادارية احنا قلنا الاهداف بتاعتها ان هي بتوفر المعلومات، ده الهدف الرئيسي سواء كانت مالية او غير مالية للادارة، وبتساعد في عملية التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات واضافة القيمة وادارة المخاطر. طيب دلوقتي احنا عندنا في حاجة عشان اربط لك بين المحاسبة المالية والمحاسبة الادارية. لو انا جيت قلت كده ادي المحاسبة المالية، وانا قلت لك ان هي مستقلة عن المحاسبة الادارية. ليه؟ لو انا قلت بشكل بسيط كده اصل دي خارجية ودي داخلية، يعني ايه؟ المحاسبة
خارجية external، يعني اللي بيهتم بيها مستخدمي القوائم المالية من خارج ايه المنشأة زي الأطراف اللي احنا قلناها والمستثمرين وخلافهم. داخلية ان البلد دي بتروح للإدارة وعرفت الهدف منها ان هي تحديد نتيجة النشاط من ربح او خسارة وعرفت الهدف من هنا. طب لو انت فاكر كنا احنا بنقول ما كنا بنعرف المحاسبة المالية كنت بقول له هي تحديد وقياس وتوصيل المعلومات الايه يا جماعة المالية، مالية بس للغير سواء بقى من داخل المنشأة او خارج المنشأة لمساعدتهم في اتخاذ القرارات. لكن هنا كان في المحاسبة الادارية كنت بقول له تحديد وقياس، ده برضو تعريف للمحاسبة الادارية وتوصيل المعلومات سواء كانت المعلومات دي مالية او غير ايه مالية، وبديها لمين؟ للادارة لمساعدتها في القيام بمهامها الوظيفية المختلفة. طيب ايه اللي انت ملاحظه؟ ايه الشبه؟ قال ان المعلومات او البيانات المالية تعتبر في الاتنين ايه اللي هنا بقول له تمثل البيانات المالية محور اهتمام كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية. ادي واحد ايه شبه. طب هات لي شبه تاني كده بشكل ايه مبسط ما يكونش صعب. هقول له قال انا عندي النظام المحاسبي الرئيسي اللي هو جزء او فرع من نظام المعلومات الشامل. النظام المحاسبي الرئيسي ده بيتكون من ثلاث حاجات، في محاسبة مالية وفي محاسبة تكاليف وفي محاسبة إدارية. طب انت ملاحظ ايه؟ ان المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية، ما احنا عمالين نتكلم على العلاقة بين المحاسبة المالية والإدارية، كل واحدة فيهم تعتبر فرع من النظام المحاسبي الرئيسي. يبقى انا ممكن اقول له تعتبر كل من المحاسبة المالية او محاسبة الادارية احد الفروع المكونة للنظام المحاسبي ايه الرئيسي. يبقى انا دلوقتي اما اجي اقول لك العلاقة بين المحاسبة المالية والمحاسبة الادارية هتقول لي اول حاجة ان المحاسبة المالية مستقلة عن الادارية، لان دي الاولانية دي خارجية والتانية داخلية، ودي بتهدف لكذا ودي بتهدف لكذا، ولو عارف تعريف هنا وتعريف هنا عادي قول له. طيب بعد ما بتخلص ده بتقول لي ان ايه اوجه الشبه من الكلام ده، بلاقي فيه اوجه شبه. بقول له ايه؟ ان تمثل البيانات المالية محور اهتمام النظامين سواء محاسبة مالية او الادارية، الاتنين بيهتموا بالبيانات المالية. وبعد كده بقول له ايه؟ بقول له تعتبر كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الادارية احد الفروع المكونة للنظام المحاسبي الرئيسي. طب عايز بعد كده اعرف اوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الادارية، بس عايز اعرفها بشكل ان هو ما يزهقنيش وبشكل يكون ان انا ايه ابدا المها. يبقى انا اما اقول لك اوجه الشبه انت بتعملها ايه في اسطر وكده، لكن اما اجي اقول لك اوجه الاختلاف بين المحاسبه الماليه والمحاسبه الاداريه، عرفتك في المحاضره اللي انت تعملها في شكل جدول، هيكون شكل جدول كده بسيط، وتكتب لي هنا اوجه الاختلاف وهنا ادي المحاسبة المالية ودي المحاسبة الادارية. طبعا انا بكتب بسرعة على اساس ان انا ايه شرحت لكم الكلام ده، فبكتب بسرعة على طول بحيث ان انا ايه اخليك تكسب وقت. طيب انا عشان اقول لك اوجه الاختلاف لو قلت لك دول 8 حاجات او 9 حاجات ممكن تفصل مني او كده، طب احنا ممكن ناخدهم ازاي؟ انت عارف ان كل واحدة فيهم بتتكلم على البيانات. طب يبقى انا عايز دلوقتي اعرف طبيعة البيانات في كل واحدة. طب مين هم مستخدمي البيانات؟ طب هنا اللي هي ايه توقيت اعداد القوائم والتقارير المالية. بعد كده انواع القوائم والتقارير المالية. يبقى اربع حاجات متقاربين بسهل لك الدنيا قوي بحيث ان انت ما تذاكرش كتير. يبقى تقول لي طبيعة البيانات، طب مين اللي هيستخدم البيانات؟ طب البيانات دي انواع ايه؟ طب بس البيان ده ما بيقبل بيبقى معلومة، يبقى تقول لي ايه اللي هو ايه انواع توقيت اعداد ايه القوائم والتقارير المالية وانواع القوائم ايه المالية.
طب في حاجات تانية بسرعة كده ممكن اقول لك: الالزام، الافصاح، وحدة القياس، الاهداف. يبقى جبت لك ايه؟ اربع نقاط تانيين تاني ايه بسرعة، وانت طبعا مذاكر وفاهم. اما تيجي تبقى عارف طبيعة البيانات هتقول لي: خلي بالك دي المحاسبة المالية كانت بتعمل ايه؟ بتديني بيانات، طبيعة البيانات بتاعتها اجمالية. طبيعة البيانات اجمالية. لو انت بقى فاهم برضو بتشرح كده، انت عملت لي على دي بولد، بس تقول لي اجمالية ليه؟ لان هي بتحدد نتيجة النشاط من ربح او خسارة عن المنشأة ككل. انت لو انت عندك مثلا بتعمل قائمة دخل، عندك مجموع الايرادات 100 وعندك المصروفات 70، يبقى انت صافي الربح 30، بس انت مش عارف ده بتاع انهي منتج ولا بيخش ايه، يبقى ده بيخص المنشأة ككل. طيب يبقى طبيعة البيانات اجمالية. وتاني حاجة اقول له: تاريخية فعلية. تاريخية فعلية، اصل انت بتعمل القوائم المالية عن سنة ايه سابقة. انما لو دخلنا في المحاسبة الادارية بلاقي ان طبيعة البيانات تفصيلية تحليلية، تديني بيانات بالتفصيل بالتحليل عن المنتجات كلها. وبعد كده قال لي: لا دي هي كمان تاريخية وفعلية ماشي، ومحددة مسبقا. يعني انا عندي بيانات تاريخية وبيانات مستقبلية. المحاسبة الادارية بتنتج لي انظمة من المعلومات اكتر من المحاسبة المالية. طيب مستخدمي البيانات، انا عندي دلوقتي في المحاسبة المالية، انت ما بتعمل القوائم المالية اللي بيهتم بها اطراف خارجية، لكن لو الادارة قالت لك انا عايزة بيانات مالية ما تقدرش تقول لها لا. يبقى انت بتوصل المستخدم البيانات اطراف خارجية اللي هم ايه من حقهم يعرفوا ايه الحاجات دي، زي المستثمرين والمقرضين والدائنين والعملاء ومصلحة الضرائب وخلافها. وفي كمان ايه اللي هي اطراف داخلية بتتمثل فيها يا جماعة في الادارة، لكن مستخدم البيانات هنا اللي هي ايه الادارة، اطراف داخلية بس، الادارة، مدير الاقسام كده. طب توقيت اعداد القوائم والتقارير المالية، انا طبعا مش بكتب بكل حاجة، بس ايه بتكلم، فانت الكلام بتاعي ده انت تترجمه وتكتبه عشان تكسب وقت. طب انت دايما القوائم المالية في المحاسبة المالية بتعملها عن فترة زمنية سابقة، عادة ما تكون سنة، يبقى ده بيتم اعدادها في نهاية كل فترة زمنية عادة ما تكون ايه سنة، اللي هي سنة ايه مالية. طب ويتم اعدادها بصفة دورية، يبقى اما انا اكتبك كلمة دورية دي بتلزق في دماغك ان هي بيتم اعدادها ايه في نهاية كل فترة زمنية بصفة دورية. طب انما المحاسبة الادارية انا بيتم اعدادها بصفة ايه غير دورية. يعني ممكن يقول لك المدير اعمل لي تقرير في يوم او في شهر او في نص يوم، يبقى دي بيتم اعدادها بصفة غير ايه دورية. طيب انواع القوائم المالية، احنا اتفقنا في المحاسبة المالية عندي قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، وممكن قائمة تغيرات في حقوق الملكية. انما هنا انا ممكن اعمل موازنات تخطيطية، ممكن اعمل تقارير اداء، ممكن تحليل ايه قوائم مالية، كل دي حاجات انا بعملها في ايه المحاسبة الادارية اللي هي الاساليب. طب من ناحية الالزام، وعندي ايه اللي ملزم هنا، قال لي تعتبر المحاسبة المالية او المنشآت اللي بتطبق نظام المحاسبة المالية بتلتزم بامساك دفاتر محاسبية، تبقى المنشأة دي ملتزمة بامساك دفاتر محاسبية منتظمة، وإلا هيتم ايه تقدير جزافي. طب يبقى احنا دي انت لازم تبقى تكون ايه ملتزم بامساك دفاتر محاسبية طبقا لنصوص القانون. طب الناحية المحاسبة الادارية قال لك لا انت غير ملتزم اللي انت تمسك دفاتر المحاسبية منتظمة. ليه؟ انت بتعمل بيانات داخلية، البيانات دي للادارة، الباقي الغير ده ملوش علاقة ايه بيها. طب من ناحية الافصاح برضو بتلتزم الوحدات اللي هي بتطبق نظام المحاسبة المالية بالافصاح عن جميع المعلومات الجوهرية الهامة، عشان الغير بيعتمد على هذه المعلومات في اتخاذ القرارات. طب هيفصح عنها ازاي؟ من خلال مثلا النشر، ان هو ايه ينشرها في جريدة الوقائع الرسمية او جرائد ايه الرسمية حسب نصوص القانون. يبقى دي لازم نشر المعلومات، نشر المعلومات ايه الجوهرية
عشان ايه؟ الغير يعلمها، لان لو انت اخفيت عنه معلومات هياخد قرارات خاطئه. انما الناحيه الثانيه دي انت مش ملزم ان انت تفصح، لان دي بيانات خاصه بالاداره، ممنوع اي حد غريب يطلع عليها، لان دي من الاسرار. طب وحده القياس، انا عندي هنا وحده القياس النقود. فاكرين زي ما قلنا ان المحاسبه بدات مع ظهور النقود، يبقى مقصود بيها ان هي المحاسبه الماليه، الحاجه للمحاسبه الماليه. لكن هنا انا بشتغل على بيانات ماليه وبيانات غير ايه يا جماعه؟ غير ماليه. طيب الاهداف، نفس الاهداف احنا قلناها كتير. انا قلت يتمثل الهدف الرئيسي للمحاسبه الماليه ان هي بتعمل ايه؟ تحديد نتيجه النشاط من ربح او خساره من خلال اعداد قائمه الدخل وتحديد المركز المالي للمنشاه. والكلام ده بيتم ايه؟ خلال فتره زمنيه معينه، عاده ما تكون سنه، والكلام ده طبعا بيتم بصوره اجماليه. يبقى ادي الاهداف قلناها، والاهداف بتاعت المحاسبه الاداريه اللي احنا قلناها لوحديها، الهدف الرئيسي ليه بتوفر الاداره المعلومات الماليه وغير الماليه لمساعدتها في القيام بمهامها الوظيفيه المختلفه من تخطيط ورقابه واتخاذ قرارات. وبعد كده في اهداف بتتفرع من ايه؟ من الهدف الرئيسي ده، زي المساهمه في ايه؟ في اعداد التخطيط او في التخطيط ورسم السياسات، تمام؟ المساهمه في الرقابة وتقويم الأداء، المساهمة في اتخاذ القرارات، إضافة القيمة وإدارة المخاطر. طيب بكده أنا خلصت لك الجزئية الأولانية اللي هي العلاقة بين، إما أقول لك العلاقة يبقى خلي بالك أنت بتتكلم على حاجتين، بتقول لي أوجه الشبه وأوجه الاختلاف. أوجه الاختلاف في شكل جدول أهو زي الجدول اللي احنا عاملينه، وأوجه الشبه بتقول لي نقطتين بس، بتقول لي الاثنين بيستخدموا البيانات الماليه. ماشي، موضوع الاثنين البيانات الماليه، والاثنين احد النظم الفرعيه المكونه للنظام المحاسبي الرئيسي، وتقول لي اوجه الاختلاف. طيب العلاقه بين المحاسبه الاداريه ومحاسبه التكاليف مش محتاجه ان انا اكتبها لان دي بسيطه قوي. ممكن البعض يعتقد يقول لي ان محاسبه التكاليف هي المحاسبه الاداريه. ليه؟ لان دي بتقدم بيانات داخليه للاداره ودي بتقدم بيانات داخليه للاداره. اقول له لا، ان المحاسبه الماليه مستقله، الاداريه مستقله تماما عن محاسبه التكاليف. ليه؟ وبالرغم هنقول ولو حتى ان هم بيتفقوا ان موضوعهم بيدوا تقديم المعلومات للاداره، لكن بلاقي ان محاسبه التكاليف نطاقها اقل بكتير من المحاسبه الاداريه. لمحاسبة التكاليف كل اللي تعمله ان هي بتحدد تكلفة وحدة المنتج، او بتحدد تكلفة ايه؟ المنتجات، وفي ضوء بعرف تكلفة وحدة كل منتج ايه، ده اللي انا بقدمه للادارة. طب لو انا بتكلم على تحديد تكلفة وحدة المنتج، النطاق بتاع المحاسبة الادارية ايه؟ قال لي لا، دي بتتعامل على نطاق اوسع. قال لي بالاضافة لتكلفة وحدة المنتج ان هي بتشوف اسعار المنتجات المثيلة، وبتشوف السعر المقترح ايه، وبتشوف الايرادات ايه. يبقى معنى كده ان نطاق المحاسبة الادارية، بقول عليها المحاسبة الادارية هي محاسبة شاملة، نطاقها اوسع من نطاق المحاسبة ايه يا جماعة؟ الايه؟ التكاليف. طيب اخر حاجتين هناخدهم اللي هي مقومات واساليب المحاسبة الادارية، ناخدهم بشكل ايه كويس اوي. احنا اللي انا بقولته ده كله بسرعة، يعني انا قلته بسرعة لان ده انا اديته لكم في المحاضرة، فراجعته على اساس يبقى عندك المادة ايه، الموضوع متكامل على بعض، اللي هو الوحدة التعليمية الاولى اللي هو المدخل الى محاسبة ايه، المدخل الى المحاسبة الادارية. طيب اخر حاجتين فيهم كده عشان نبقى احنا عارفينهم، المحاسبة الادارية دي هي ايه المقومات بتاعتها؟ يبقى انا هقول لك مقومات المحاسبة الإدارية. طيب مقومات المحاسبة الإدارية، أنا عندي ثلاث نظم واثنين مقاوم عشان نخلص منها على طول. يعني أنا في عندي نظم محاسبية وفي نظم غير محاسبية وفي نظم إدارية وفي مقومات بشرية وفي
مقومات آلية. طيب مقومات المحاسبة الإدارية يعني إيه هي الركائز أو الأركان اللي بتقوم عليها المحاسبة الإدارية؟ أنت عشان تنشئ نظام للمحاسبة الإدارية محتاج إيه؟ قال لي أول حاجة أنا محتاج نظم محاسبية. إيه هي النظم المحاسبية؟ قال لي النظم المحاسبية المختلفة اللي بتقوم بتجميع وتسجيل وتبويب وتلخيص وعرض قوائم المالية وعرض المعلومات في صورة قوائم وتقارير مالية. طب إيه هي النظم المحاسبية اللي أنت محتاجها؟ قال لي أول حاجة لازم يكون عندي نظام للمحاسبة المالية. تاني حاجة نظام محاسبة التكاليف، وعايز يبقى عندي نظام مراجعة، وبعد كده نظام محاسبة المسؤولية. طيب لو انا جيت اتكلم كده عليهم كده واحدة واحدة، بقول مقدمة قبل ما ادخل في واحدة واحدة كده على طول، تعتبر النظم المحاسبية التي تقوم بتجميع وتسجيل وتبويب وتلخيص البيانات والمعلومات وتقديمها للإدارة لمساعدتها في اتخاذ القرارات، هي دي احد المقومات اللي هي ايه بتنشئ لنظام المحاسبة الإدارية. طيب وبعد كده قال لي طب النظم دي هي النظم اللي بتقوم لي بالمهام دي، وقال لي بالإضافة اللي أنا عايز أتأكد من صحة ودقة العمليات اللي تم تسجيلها بالدفاتر، بالإضافة إلى وجود لازم عندي نظام محاسبة للمسؤولية عشان يعرف يشوف لي يقيم لي أداء الوحدات وأداء المديرين من خلال إيه محاسبة المسؤولية، من خلال الرقابة وتقييم الأداء. طيب لو انا دلوقتي عايز اتكلم، بس مش عايز اتكلم كلام كتير واخلص في الموضوع، ممكن اقول له ايه؟ اقول له تعتبر نظام او يعتبر نظام المحاسبة المالية احد المقومات الرئيسية لانشاء نظام المحاسبة الادارية. يبقى انا كده ما بحفظ، انا بقول له ده يعتبر احد المقومات، ما انا عايز مقومات، ده احد المقومات الرئيسية لانشاء المحاسبة الادارية. المحاسبة الادارية بتعتمد على المحاسبة في المالية في ايه؟ اللي حيث تعد مخرجات المحاسبة المالية، ركز كده، مخرجات المحاسبة المالية اللي تعتبر بمثابة مدخلات للمحاسبة الادارية. مدخلات للمحاسبة الإدارية بتعمل عليها تشغيل من خلال الطرق والنظم والأساليب المختلفة عشان تطلع لي نسب مالية. طب إزاي الحكاية دي؟ قال لي خلي بالك، تعالى واحدة واحدة. هي المحاسبة المالية دي، قال لي كانت عندي مجموعة من المستندات اللي هي المدخلات بتاعتها، بعمل عليها تشغيل اللي هو ما بين تسجيل المعلومة وبوبها في حسابات الأستاذ، وبعد كده بودي ألخصها في صورة ميزان مراجعة عشان أوصل للمعلومة الأخيرة اللي هي المعلومات اللي هي جاية منها، اللي هي المعلومة الأخيرة اللي هي المخرجات دي اللي هي في صورة إيه؟ قوائم وتقارير مالية. طب إيه هي قوائم والتقارير المالية بتاعت المحاسبة المالية؟ قال أنا عندي قائمة المركز المالي وقائمة إيه؟ وقائمة الدخل. دي مخرجات. كانت الأول الكلام ده بينفع الناس اللي عايزة معلومات بصفة إيه؟ بصورة إجمالية، إنما دلوقتي زادت أحجام المشروعات ورؤوس الأموال، فالناس عايزة معلومات تفصيلية. المحاسبة المالية الإدارية بتاخد المخرجات دي تبقى بالنسبة لها مدخلات، بتعمل عليها تشغيل عشان في الاخر تطلع لي ايه؟ النسب الماليه، اللي هو ده الفصل اللي احنا نبقى ناخد واحده كده نتعرض لها بالتفصيل، اللي اسمها تحليل القوائم الماليه. يبقى مخرجات المحاسبه الماليه تعتبر بمثابه مدخلات للمحاسبه الاداريه. المحاسبه الاداريه بتشغل على المخرجات دي عشان توصل لايه؟ للنسب الماليه. يبقى النسب الماليه دي بيانات اكثر وضوحا او معلومات اكثر دقه من المعلومات ايه الاوليه اللي كانت بتوفرها للمحاسبه الماليه. طيب نفس الكلام اللي انا قلته هنا اقوله في محاسبه التكاليف. يبقى بقول له تعتبر محاسبه التكاليف احد المقومات الاساسية لانشاء نظام المحاسبة الادارية، حيث ان مخرجات محاسبة التكاليف المتمثلة في قوائم التكاليف، نعرفينهم
اللي هي الكلية المباشرة المتغيرة المستغلة. قال لي ان قوائم التكاليف دي تعتبر بمثابة ايه؟ مدخلات لايه؟ لتطبيق اساليب المحاسبة الادارية. اقدر اعمل عليها ايه؟ اقدر اعمل تحليل ربح حد، اقدر اعمل تحليل تعادل، يبقى بشغل الكلام ده. برضو بالنسبة للمراجعة نفس الكلام اللي انا بقوله، لان ايه؟ المراجعة دي بتبقى ضرورية للتأكد من صحة ودقة الاعمال اللي تم تسجيلها. محاسبة المسؤولية برضو احد المقومات الاساسية لانشاء نظام للمحاسبة الادارية. لمحاسبة المسؤولية انا بحدد المستويات الادارية داخل الهيكل التنظيمي، وبحدد مسؤولية كل فرد، مسؤولية كل ادارة من خلال ايه؟ من خلال المحاسبة الادارية اللي هي بتعمل ايه؟ الرقابة وايه؟ وتقييم ايه؟ الاداء. طيب ادي النظم ايه اللي احنا خدناها اللي هي المحاسبية، واتكلمنا على كل واحد ايه حاجة ايه بسيطة. يبقى النظم المحاسبية بقول له بتتمثل ايه؟ ايه هي مقومات المحاسبة الادارية؟ عندي نظم محاسبية بتتمثل في النظم الاربعة اللي انا قلت عليها. ما ينفعش تعمل لي محاسبة ادارية بدون ايه الحاجات دي. طب في نظم تانية غير محاسبية بتعتمد عليها المحاسبة الادارية، زي ايه؟ احنا قلنا النظام المعلومات الشامل، ممكن يبقى عندي ايه؟ نظام انتاج للمعلومات، ونظام تسويق، او نظام تمويل، او نظام افراد، او اللي هي الموارد البشرية بيقولوا عليها افراد او human resource. طيب ده محتاجاه. طب نظم ادارية انت محتاج ايه عندك عشان تعمل لي مقومات للمحاسبة الادارية؟ قال لي النظم الادارية اللي عندي، قال لي انا لازم يكون عندي هيكل تنظيمي سليم وواضح، ويكون عندي نظام اتصال، ويكون عندي نظام احصائي. هيكل تنظيمي سليم يعني ايه؟ قال انت دلوقتي عشان تعمل نظام للمحاسبة الادارية لازم يكون عندك هيكل تنظيمي، اللي هو الهيكل التنظيمي السليم بيبقى عند المستويات الادارية، سواء كانت مستويات إدارية عليا أو وسطى أو تنفيذية. يبقى أنا دلوقتي بقدر أحدد المستويات الإدارية، أحدد مسؤولية كل واحد جوه الهيكل التنظيمي بيعمل إيه عشان أقدر أطبق عليه محاسبة إيه؟ المسؤولية، عشان أقدر يكون الهيكل ده موجود، وأعمل اتصال وتواصل ما بين المستويات الإدارية مع بعض عشان اعمل تنسيق واعمل تناسق وانسجام داخل الايه؟ الهيكل التنظيمي. وبعد كده قال ان برضو ان المحاسبة الادارية عشان تعملها هي محتاجة نظام احصاء. ليه؟ بيساعدها في القيام بمهامها الوظيفية المختلفة من تخطيط ورقابة واتخاذ قرارات. بيساعدها في التخطيط، تبدأ تخطط مثلا محتاجة قد ايه في الانتاج، التنبؤ بالانتاج، التنبؤ بحجم الطلب، التنبؤ بالحد الاقصى للطلب او الحد الامثل للطلب عايزه قد ايه. بعد كده بتساعدني في الرقابة وتقييم الاداء، اللي هي بتراقب على عناصر التكاليف اللي عندك ايه، براقب عليها ازاي اخفض التكلفة. طيب بتعمل ايه تاني كمان؟ قال اللي هي بتساعد في اتخاذ ايه؟ القرارات. النظام الاحصائي، المنشأة بيبقى عندها قرارات كتيرة وبدائل كتيرة، فالاحصاء بتبدأ بالمعادلات الاحصائية والحاجات الاحصائية اللي احنا بتساعد المنشأة ان هي تاخد افضل ايه؟ قرار، وتختار افضل ايه؟ بديل. ان هي بتعمل ايه؟ مثلا عندك قرار يا اما ضيف منتج للتشكيل البيع او احذف منتج، طب الشراء ولا التصنيع، تمام. كل دي قرارات مختلفة ابدأ اللي انا ايه؟ بتساعدني الاحصاء اللي انا اعرف اخد ايه؟ قرار سليم. طيب بعد كده مقومات بشرية. انت دلوقتي المحاسبة الإدارية بترتكز على إيه؟ الركائز اللي هي قاعدة عليها. بدون الأركان دي المحاسبة الإدارية ما تقدرش تعمل، أنت ما تقدرش تعمل نظام محاسبة إدارية. أنت جبت لي نظم محاسبية، وجبت النظم غير المحاسبية، وجبت نظم إدارية. طب مين الشخص اللي يقدر يشتغل الكلام ده؟ يبقى أنت مش عايز أفراد أي كلام. لا، ده أنت المقصود بالمقومات البشرية اللي أنا يكون عندي أفراد مؤهلين علميا وعمليا، وبعد كده ولديهم خبرة في التعامل
مع الأجهزة الآلية أو الأجهزة وطبعا إيه والحاسبات، الأجهزة العلمية الأجهزة والحاسبات. طبعا المقصود بيه إيه؟ يكون شخص عندي مؤهل، مش أجيب واحد إن هو مش مؤهل ويعرف يتعامل مع الحاسب، تمام، إن هو يدير الكلام ده كله، ومؤهل علميا وعمليا إن هو يكون متدرب وفاهم وعنده خبرة في التعامل مع الأجهزة إيه الحديثة. طب المقاومات الآلية المقصود بيها بقى ايه؟ الأجهزة اللي هي تنفذ الشغل ده، هي مش هتنفذ لوحديها، لا ده هو الإنسان ده هو اللي هيشغل الأجهزة دي ويبدأ ايه طبعا يشغل الكلام ده، زي ما احنا عندنا دلوقتي الحمد لله اللي هي ايه الاي تي بيبدأ ان هو يشغل لنا البيانات والشغل اللي انتوا ايه بيظهر ديكم ده كله الشغل الجميل. يبقى انا عندي دلوقتي المقاومات الآلية متمثلة في الأجهزة اللي بتنتج لي ايه الشغل بتاعي. طيب يبقى انا دلوقتي اخر حاجة عشان يبقى خلصنا من الوحدة التعليمية الاولى، عندي اللي هي اساليب المحاسبة الادارية، وانا هقول لكم العناصر بس مش هقول اي حاجة تانية غير العناصر، على اساس ايه ان احنا الحاجات ده الشغل ده هنبدأ معايا ناخده ايه في العملي. يبقى انا دلوقتي كل اللي انا بقوله اللي انا اتكلمت في الوحدة التعليمية الاولى، ادي الوحدة التعليمية الاولى من كتاب المحاسبة الإدارية دكتور عادل حسن، ده اللي هو ايه الفرقة الرابعة شعبة نظم. الوحدة التعليمية الأولى أنا قلت لك فيها المدخل إلى المحاسبة الإدارية. طيب عرفتك في الوحدة الأولى دي عن إيه؟ اديتك في الاول مقدمة واديلك نشأة المحاسبة الادارية وبعدين تعريف واهداف المحاسبة الادارية وقلتلك وخصائص المعلومات التي تقدمها، وبعد كده قلت لك العلاقة بين المحاسبة الإدارية وكل من المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف، وقلت لك هنا بتعمل لي أوجه شبه سطرين كده ولا حاجة وأوجه اختلاف في شكل جدول. وبعد كده خدنا مقومات المحاسبة الإدارية وقلنا ان هي خمس حاجات اللي هي ايه مقومات اللي هي محتاج نظم محاسبية ونظم غير محاسبية ومحتاج نظم إدارية ومقومات بشرية ونظام ايه ومقومات آلية. اخر حاجة اساليب المحاسبة الإدارية اللي هي بتشتغل بقى بيها، قال لي احنا عندنا نوعين من الاساليب، في اساليب تقليديه وفي اساليب مستحدثه. اما بالنسبه للنوع الاول اللي هو الاساليب التقليديه، انا عندي مثلا ايه الموازنات التخطيطيه، اسلوب الموازنات التخطيطيه. طيب عندي ايه تاني؟ عندي ايه اللي هو ايه التحليل المحاسبي لصنع القرارات الماليه اللي هو إيه ممكن نقول عليه تحليل الربح الحدي او تحليل هامش المساهمه. طيب بعد كده تحليل التعادل او ممكن اقول له تحليل العلاقة بين التكاليف وحجم النشاط والارباح، او اللي انا اقول له ايه تحليل النسب المالية او التحليل المالي، واخر حاجة تحليل التدفقات النقدية. وان شاء الله الموضوعات الاربعة دي هي الوحدات بالترتيب الرابعة اللي هي التانية والتالتة والرابعة والخامسة اللي انا ايه هشرحهم لكم باذنك يا رب. وبعد كده في اساليب مستحدثة، عندي زي التكاليف المعيارية، منحنى التعلم، دي كلها اساليب تانية اخرى اللي هي ايه مستحدثة، وايه والرقابة ايه بالاهداف، تمام، اسلوب اللي هي الرقابة بالاهداف واللي هو اسلوب محاسبة الانجاز،
كل دي اساليب مستحدثه للمحاسبه الاداريه، لكن اللي هو المقرر عليكم اللي هو اللي ان شاء الله الاسبوع اللي جاي او المره اللي جايه هنبدا في العملي، هنبدا اللي هو ايه تحليل التحليل المحاسبي لصنع القرارات الاداريه في الوحده الثانيه، وبعديها نخلص تحليل التعادل، وبعديها النسب الماليه وتحليل التدفقات الماليه، وبكده يكون عندكم ان شاء الله اللي هي الوحده التعليميه الاولى، عندكم الوحدة اللي هي كانت بعنوان المدخل للمحاسبة الإدارية، عندكم الوحدة الأولى إيه شاملة، وإن شاء الله نكمل في المرات اللي جاية إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.